أم محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أيوة، وعليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة بهاء؟ ازيك يا حبيبتي، علي صوتك. الحمد لله والله. اتفضلي سؤال. بحبك على طول متابعاك. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ بس؟ اتفضلي يا فندم، تحت أمرك. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير والله. شيخ أحمد معلش، لو اتفضل. سمحت، أنا عندي شخص عزيز عليا، هو يعني على طول هو هي علي، ومراته، بس علي صوتك يا أم محمد شوية. على طول هي وجوزها في خلاف مع بعض، وعلى طول متخاصمين. مين اللي بيتخانق معاه؟ مين؟ يعني هو شخص عزيز عليا. هو الصوت بيقطع فاحنا مش سامعين. يا شيخ أحمد، أنا أنا معاك. طيب اتفضلي. بقول شخص عزيز عليا. شخص عزيز عليك. على طول بالخلاف هي وجوزها. على طول هي وجوزها على طول في خلاف. مع مراته؟ يعني ايه؟ يعني واحد ومراته بيتخانقوا مع بعض. تمام. ها، هي دلوقتي يعني على طول متخاصمين، في على طول متخاصمين، يعني قليل لما بتخصم خالص. مخاصمينك انت؟ لا، هما متخاصمين مع بعض. يعني هما بيتخانقوا مع بعض وبيتخاصموا بعض. ماشي. ها، هي دلوقتي عايزه تطلع عمره. عاوزه ايه؟ عايزه تطلع عمره. يعني هما ينفع تطلع مع اللي طلع هنا عادي؟ تطلع مين؟ مش عارفة الحقيقة، أنا ما سمعتش حاجة، ما فهمتش عاوزة المكالمة تطلع عمرة. دي تطلع عمرة إيه؟ ما فهمتش المكالمة. طيب يعني حاجة. كان زوج وزوجة بيتخاصموا مع بعض كتير، لابد إن هم يصفوا المشاكل اللي ما بينهم كده، ويبقى في دستور الحياة ويقعدوا يتكلموا، وأي بيت لا يخلو من مشاكل، لكن القضية ألا تتفاقم هذه المشاكل، دي حاجة، ويبقى بيضبطنا يعني العرف والأخلاق والشرع الشريف. الحاجة التانية، لو هي عاوزة تطلع عمرة، أنا ما فهمتش، ما بقتش السؤال، هل هي ينفع تطلع عمرة بدون جوزها ولا إيه؟ أنا مش عارف يعني السؤال كان إيه، لكن على اي حال انا يعني هخمن كده. لو كان السؤال ينفع للزوجه ان هي تطلع عمره من غير جوزها، ينفع يا جماعه، في اذا كان في رفقه مامونه وبتاع، ورفقه المامونه الحمد لله ان هو بطلع بي من خلال فوج من عندي هنا وشركه سياحه، وبروح هناك البلد اللي انا فيها، فلو حصل مشكله فعند السفاره بتاع بلدي اللي انا لو في مشكله فاروح الجا اليهم او القنصليه، ففي رفقه بفضل الله مامونه، والبلد اللي رايح فيها بلد ما فيهاش اي شبهه وبتاع، فالحمد لله دي ما فيش مشكله في المساله دي. لكن هل ينفع تطلع بقى بدون اذن زوجها في العمرة؟ أقول لك لأ، يعني بدون إذن زوجها أقول لك لأ، يصفوا بقى المشاكل وربنا يكرمهم ويطلعوا مع بعض إن شاء الله.